صباح الخير والرضا والنور والعافية والسرور من سقطرى. يوم جديد وفيديو جديد ورحلة جديدة ومكان جديد. هذا وادي كليسان وهو وادي يتواجد في سقطرى. احنا الان نمشي ما ادري كم المسافة اللي نمشيها الى ان نصل الى البركة اللي فيها المسبح والحركات. كيف الشباب؟ كيف الامور؟ اليوم مغامرتنا مختلفة، بدايتها نزول ونهايتها بعدين صعود وليس العكس. بسم الله. كم باقي للمكان؟ يمكن ربع ساعة. ربع ساعة. المكان جميل. لنا تقريبا ساعة نمشي ولا وصلنا. ما هو يا علي؟ كم باقي؟ تعب بس حلو. وصلنا المنظر بعد ساعتين من التسلق. ما قدرت اصور كل شيء لانه حجار كبيرة وكذا. وهذا المنظر هناك. احنا اول ما وصلنا احنا الاربعة. زين انا وابراهيم. المكان جميل. الان راجعين. انصحكم تجوا هذا المكان. انصحكم. عطشان يا برق السما بموت من طول الغياب. وننصحكم تسيروا. انصحكم وبقوه. انصحكم المكان جميل. المشي دقيقتين بس دقيقتين. خلاص عايدونا الى حيث ابتدأنا والشمس من هناك تقرر ان تغرب وترحل عنا. تخيلوا معايا انه هذا اللي تشوفوه امامكم هذا الشارع العام حق المدينة حق الجزيرة. عمل لي عصير زي هذا مسبوق مع شوية ليم وحركات. والله هنا حياة. الناس كلهم كلها سقطرى هنا مجتمعين يتفرجوا هذه المباراة. الاتحاد والوسط الكل جاي يتفرج وكذا وتجمع لطيف وهادئ ما في صياح. حياة حلوة. الدوري اليمني متوقف بسبب الحرب وهنا في سقطرى عايشين معهم دوري لا رأسه. يا صباح الخير والرضا والنور والعافية والسرور من سقطرى. ما زلنا في سقطرى. هذه آخر يومين لنا في هذه الجزيرة الجميلة في هذا المكان. حتى تحس الأكسجين هنا نظيف جميل. الجو حتى اليوم خصوصا الجو كذا هادئ بشكل رهيب. الله. آخر يومين في سقطرى. خلونا نشوف مع بعض شو يكون البرنامج. الجزيرة هذه حلوة حتى تروح أي مكان تجلس بس تستمتع. الآن هنا في هذا بيت عدوا لنا روبة. روبة اللي هو حليب حق الغنم بس مخضوض شوية. وصل الروبة. الآن نشرب الروبة هذه. تحس نفسك بترضع من الغنمة شخصيا.
جينا اليوم لهذا الوادي، شباب ذبحوا تيس. ما شاء الله، كيف الامور؟ هذا ابو رامي يعطيك الصحه والعافيه. ابو رامي يا الله. جئنا إلى الشاطئ هنا كي نمارس الغوص والبحث عن الشعاب المرجانية. هذه تجربة جدا جميلة، تشعر نفسك عايش مع السمك، تشوف أسماك عصابات وقبائل وألوان وأشكال وأنواع ويأكلوا من الشعاب المرجانية. تجربة جدا حلوة، أحاول أنقلها لكم بالكاميرا هذه. وعدنا اليوم إلى المكان اللي بدأنا فيه تقريبا ثانية أو ثالث ليلة. اللي يعرف اسم المكان يقول لي اسمه في التعليقات. هذا المكان أجمل مكان في سقطرة بالنسبة لي، ارتحت فيه وحلو إنه نختبر آخر يوم فيه. تخيلوا معي، معك هنا عين، الله الماء جاري، تسمع صوت، تسمع صوت، وخضرة وجبل رملي وجبال وسماء جميلة وبحر لونه حتى جميل. يا الله ما هذا الجمال، إيش تقول؟ والله احنا مستمتعين والحمد لله، يعني قضيت احلى ايام عمري والله. الله، البطل القادم من هناك، ايش يتجمع؟ ايش جمعت؟ ايش هذا؟ اعتقد انه هذا المادة السامة، هذيك الحيوان السام الذي لقوه. اليوم احنا مخيمين على البحر، هذا داخل الخيمة، اوريكم خارج الخيمة. هذه الخيمة من الخارج، هناك البحر، بس ما تشوفوش حاجة، اسمع الصوت. من الشباب مجنونين. فينا قمر بس ما تشوفوش ايضا. اينو؟ اوه الله يبان. هذا يعني مش بدر لكن نص بدر. مضوي لنا المكان شوية. سهرة حلوة بتكون. الله